تحية طيبة لكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم من جديد في هذا المباشر، مرحبا بكم في هذا اللايف من هنا مباشرة من أمام مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء في الجمعة الرابعة منذ إغلاق المساجد وتفشي فيروس كورونا في المغرب. كما كتشوفوا في هذا اليوم المبارك هذا المسجد ديال الحسن الثاني كان كيكون مملوء بالناس، بالمؤمنين بالمؤمنات اللي كانوا كيجيو كيأديوا الصلاة ديالهم هنايا. جمعة مباركة للجميع، الناس اللي كيقولوا لنا جمعة مباركة، شكرا بزاف اختي اسيا، الله يعاونكم، شكرا بزاف. ستفرج باذن الله يا ربي، هز علينا هذا الغضب يا ربي ان شاء الله، كنتمنوا الخير في المستقبل القريب. مهم كما قلنا لكم كان هذا المسجد كيكون عامر بالناس، كانوا الناس كيجيو كيديو الصلوات ديالهم صلاه الجمعه. للاسف بعد تفشي فيروس كورونا وانتشاره بشكل يعني ماشي كبير بزاف، وانما بدا الفيروس في بلادنا فتم اغلاق المساجد، وهو قرار صائب بالنظر الى انه حتى هو كيساهم في التجمعات ديال الناس. كنتمنوا ان شاء الله دعواتكم في هذا اليوم المبارك، في هذه اللحظات المباركه، انه الله يزول علينا البلاء ويشافي كل مريض بفيروس كورونا. 1431 حاله اصابه مؤكده بفيروس كورونا المستجد، يعني وصلنا ل 1431، عندنا 105 ديال الحالات اللي توفوا رحمه الله عليهم جميعا. كنطلب من كاع الناس اللي معنا في هذا اللايف، من كاع المشاهدين ديال قناه شوف تي في، اننا ندعيو لهم بالرحمه وبالمغفره، ان شاء الله نتواهم الجنه فهم شهداء، لانه ما ماتوش موت عادي، ماتوا بفيروس، وهو طبعا من شهداء الامه. الله يفتح ان شاء الله الابواب ديال المساجد. شكرا لك اختي سميره، اكيد يا ربي ترحمنا سناء، شكرا. هند الفردوسي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ان شاء الله نتمنوا الخير اختي. تحيه لكاع الناس، حتى انتم يمكن تقولوا لنا كيفاش كتجيكم هذه الاجواء ديال انه مثلا مسجد الحسن الثاني خاوي، كان في ظل انه كانوا الناس كيكون عامر بالمصلين، كيف هي الاجواء في المدن ديالكم، كيفاش كيجيكم هذه القضيه ديال يوم الجمعه، يوم الجمعه اللي ماشي كباقي الايام، كان يوم ياك سمير، يوم الجمعه ماشي كباقي الايام، كيكون فيه واحد الاختلاف نظرا للطقوس ديال المؤمنين، عيد المؤمنين دابا ولا كباقي الايام، سبحان الله. يعني في اطار الاجراءات الاحترازيه كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يرفع عنا الوباء ان شاء الله. شكرا لك على الفيديو، شكرا خويا لك عبد الله، وتحياتنا ليك، والله يحفظك ويحفظ جميع الاسره ديالك الكريمه. يوسف الرحالي، جمعه مباركه، شكرا لك خويا يوسف، شكرا لكاع الناس اللي كيتفاعلوا معنا. بارطاجيو هذا اللايف، هذه الصوره الجميله، حنا نوريكم البحر، البحر هنايا بغينا ندخلوا، انما دايرين هاد لي بارير هادو دايرينهم هنايا، ما يمكنناش ندخلوا لداخل، فبغينا نوريكم البحر. حنا غادي نمشيو من الجهه الاخرى باش نوريكم الاجواء هنايا بالقرب من هاد المنطقه اللي سياحيه بامتياز، ياك سمير، ناس السياح اللي كيجيو لكازا كيجيو لهاد المنطقة ديال مسجد الحسن الثاني. احنا نوريكم منظر رائع، منظر واعر، منظر جميل، بانورامي، بانورامي هذا المنظر، يعني ها هو مسجد الحسن الثاني، منظر بانورامي جميل جدا بمدينة الدار البيضاء. نتمنى إن شاء الله في هذا اليوم المبارك الطيب الله سبحانه وتعالى يزول علينا الوباء ويرحم كاع الناس اللي ماتوا ويشافي كاع المرضى اللي مصابين بفيروس كورونا المستجد. نتمنى التوفيق وشكرنا الكبير وامتناننا الكبير للأطقم الطبية اللي كتقوم بواحد العمل كبير جدا
اللي كتقوم بواحد العمل كبير صراحه في هذه الظرفيه الحساسه، في هذه الظرفيه الصعيبه. ربي يشفي مرضانا، رحمه شكرا اختي رحمه، شكرا لجميع الناس اللي كيتبعونا. بارطاجيو هذا اللايف كما كتبعوها انتم، يعني اجواء رائعه جدا هنايا. هذا هو البحر، هذا هو الاجواء، مسجد الحسن الثاني، المرآب ديالو، الساحه اللي حداه، كل شيء خاوي. يعني سبحان الله، دعواتكم للناس اللي ماتوا في هذه اللحظات المباركه، دعواتكم للناس اللي مراد الله يشافيهم، الله يبعد عليهم البلاء. يعني صراحه معلمه تاريخيه، صحيح معلمه تاريخيه، مسجد الحسن الثاني، يعني من اكبر المعالم التاريخيه اللي كاينه في بلادنا، اكيد كنفتخروا بها جميعا. يعني جايه في واحد البلاصه زوينه، جايه في واحد يعني في البحر، مسجد نصفه كامل في البحر كما كتشوفوا هنايا في هذه البلاصه، هذه كل شيء في البحر، اجواء رائعه. بالنسبه لنغتنم الفرصه، بالنسبه للناس اللي كانوا كيجيو يصليو في المساجد، وهذه كيفاش كتعيشوا نتوما هذه الاجواء، كيفاش كتعيشوا هذه الاجواء ديال انه ما يمكنش تمشيو تصليو وانتم عارفين انه يعني صحتكم ومصلحه الوطن كيفاش كتعيشوا هذه الاجواء ديال كورونا، كيفاش كتعيشوا هذه الاجواء ديال الحجر الصحي. توحشتوا، كنت غاده جايه ليه. هذه مريم، للاسف يعني صراحه كل شيء كان كيجي للمسجد هنايا، يعني المسجد الحسن الثاني، واخا بنادم من غير اوقات الصلاه كان كيجي بنادم لهنايا الكورنيش، بليصه نقيقيه، كيجي كيشم الهواء، الهواء النقي كيفوج على قلبه. تحياتنا لكم، تحياتنا لكاع الناس، شكرا للدعوات ديالكم. اكيد الله يرحم كاع اللي ماتوا، والله يغفر لهم، والله يشافي كاع الناس اللي المسجد. مسجد حسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. يعني اليوم وصلنا ل 1431 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. يعني هو رقم ماشي صغير وماشي كبير. توحشناك المسجد والجمعة، هذا خويا الحسن، اكيد قال كاع المغاربه، يعني توحشوا داك الاجواء ديال الجمعة، وتوحشوا داك الاجواء ديال يعني يوم الجمعة، يوم يختلف عن باقي الايام، فيه طقوس خاصة. مالك اصاحبي، تحياتنا لكاع الناس اللي كيتبعونا في هذا المباشر، تحياتنا المتتبعي قناة شوف تي في فيما كنتوا، احنا مباشرة معكم في هذا المباشر عبر قناتكم شوف تي في.
الأجواء. تختلف عن باقي الأيام. كل الشكر الناس اللي كيتبعونا، كل الشكر الناس اللي كي يعني اللي كيتضامنوا مع الناس اللي ماتوا، الناس اللي كيدعوا معاهم. يعني لحظات صعيبة ماشي سهلة، لحظات كنعيشوها يعني صراحة غريبة. كل شيء دخل الدار، الزناقي خاويين، المساجد خاويين. كنتمنوا إن شاء الله تحياتنا لكاع الناس اللي كيتبعونا. بغيت نخلق معكم نقاش، كيفاش كدوزوا الحجر الصحي في النهار؟ قولوا لي في النهار شنو كديروا بالنسبه للناس اللي كيتبعوني. في اليوم ديالكم شنو كديروا؟ مثلا اليوم الجمعه شنو درتوا؟ يلا الناس اللي كيتبعوني، واش كتقراو؟ واش كديروا شي انشطه في الدار؟ خصكم تحاربوا داك الروتين. كاين بعض الناس كنشوفهم مثلا فيسبوك يقول لك الملل الملل. الله يحسن العون، يعني صح، سورتو بنادم الا كان عنده يعني واحد البيت وواحد المسكن صغير وما عندوش بزاف ديال المستلزمات مثلا، لانه غي 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 كما كنقولوا غيتلف بها الوقت. وانما كاين انشطه، كاين انشطه اللي يمكن الانسان يديرهم باش يتفادى داك الملل ويتفادى داك الاجواء الممله. فانتوما شنو كديروا في يومكم؟ كاين انشطه بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات، يمكن انهم مثلا داك الاوقات اللي كانوا كيدوزوها، هذه من النعم اللي عطاهنا الله في هذه الوقيته. اكيد هي مرحله صعبه ومرحله خطيره وفقدنا فيها ناس عزاز وهذه، ولكن هي ظروف ما عندنا ما نديرو، هي ظروف وهي هو قدر الله عز وجل. وانما من الاشياء الايجابيه ديال هذه كورونا هو انه داك الاجتماع الاسر اللي كنا كنفتقدوه في هاد السنوات الاخيره، مع ظهور العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مع هاد الكثره ديال الانترنت، تليفونات يعني كي باشكالهم وبتنوعاتهم. فولينا كنفقدوا داك نجلسوا مع بعضياتنا نهضروا. الناس ما كانتش كتجلس مع وليداتها، لانه انت كتخدم من 8 ل 12، من 2 ل 4 مثلا كتجي كتجلس مع وليداتك كيف واحد الفتره ديال العشيه، خصهم ينعسوا بكري على اساس القرايه. فدابا يعني عندك وقيت باش تجلس حدا وليداتك، فهذه فرصه ديال الاسر انهم باش يزيدوا مثلا يجتمعوا مع وليداتهم، يعلموهم قيم. كاين بزاف الانشطه يمكن بنادم يديرهم. انت مثلا كنتي كتخدم، يمكن تجلس مع وليداتك في الدار، تعطيهم دروس، دير لهم انشطه، فهمتي؟ وحاولوا، يعني انا صراحه نصيحه مني شخصيا انه نبعدوا على ديك الاشياء السلبيه، ما نبقاوش ننشروا ديك الاشياء السلبيه. مثلا نبقاو ننشروا ديك الاشياء السلبيه بزاف فهي خايبة، ننشر فقط الأشياء الإيجابية. أما عدد الحالات ديال الإصابة ولا الوفاة فهو واقع لا هروب لنا منه، يعني ما عندنا فين نهربوا. بيان سيغ تعليم الأبناء اللغة العربية جميل جدا. شنو كديروا في يومكم اليومي؟ شنو كديروا في نهاركم؟ في الصباح كنقرا، هذا الحسن في الصباح كنقرا كنقري ولادي، وبقيه النهار كتاب الله تعالى في اغلب الاوقات. شكرا لك، يعني حاجه زوينه. هذا الحسن مهدي، حاجه واعره هادشي اللي كدير السي حنان بابا. كل دعوات، انا صراحه ما يمكنليش نقرا الالاف ديال لي كومونتير ديالكم، ولكن كلها ايجابيه وكلها يعني تقف مع مرضى فيروس كورونا، وتقف كذلك مع من ودعونا من الموتى رحمة الله عليهم.
شي مستشفى اكون اللهم لك ما عرف شنو اكون دارو بلاصتها شي مستشفى كون دارو خير في الجيل الاجيال القديمه ما فهمش المغزى من التعليق ديالك. على الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم. هذه سهيله، شكرا لك على هذا الدعاء الجميل. بارطاجيو له لايف باش يوصل لاكثر عدد ديال الناس، شوفوا هذا المنظر الجميل هنايا بالقرب من، بغينا نوقفوا هنايا ولكن يعني الناس اللي حاضرين المكان كيقول لك ما تحاولوش انك توقفوا لهيه، فاحنا داكشي باش جينا لهنا وقفنا. مكان جميل، يعطيك الصحة. شكرا خويا رياض، انت الله يعطيك الصحة ويخليك لوليداتك مع الاولاد. ام سمير برافو عليك، ام سمير برافو، تقراو مع وليداتكم. هذه كما قلت انا هذه فرصة باش نتلموا، توحشنا الصلاة في المسجد والاجواء الجمعة. بيان سيغ كلشي توحش داك الاجواء ديال الجمعة. الله يعطيك الصحة خويا على هاد البلاصة، كتريح النفس. وهدفنا هو نفوجو عليكم، نفوجو على كاع المغاربة كما كتشوفوا حنايا هنايا. هذه الساحة أمام المسجد، الحمد لله سبحانه الله العظيم. أكثر من الدعوات أكثر من الدعاء فهو يزيل الغمة، وأكثر من الذكر الحكيم. القرآن الكريم يعني لا دواء أحسن من القرآن الكريم، دواء جميل يطمئن القلوب. فلا بذكر الله تطمئن القلوب. أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم ارفع عنا الداء والوباء. أكيد بيان سور، وما يفعل ربك إلا خيرا. أكيد الله يشافي الجميع. جمعة مباركة. هذاك اللايف كل يوم ولو مرة واحدة. أكيد حنا إن شاء الله غادي نبقاو نديروه يوميا باش نوصل لكم هاد قراءة سورة الكهف، ضروري يوم الجمعة أكيد إن شاء الله. مرة نبقاو نجيو نديرو لكم. علاش ما قريتيش الكومونتير ديالي؟ واش ما عجبكش؟ نبيل ما شفتوش خويا نبيل، والله ما شفت الكومونتير ديالك. عرفتي العشرات والمئات ديال لي كومونتير خويا نبيل. بغداد، شنو هو الكومونتير اللي قلتي يا خويا نبيل؟ هضر معايا باش ما يجيش حدايا. كنقراو سورة الكهف في هذا النهار، امين. ما قريتش اخويا نبيل الكومونتير ديالك، اسمح لي عاود لي الكومونتير ديالك اخويا نبيل باش نقرا الكومونتير ديالك. الله يفرجها يا ربي، الله يشافي. فوجتي علينا يا سيدي، احسن مكان بالذكر الله. اكيد 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 الله يلطف بيا. سلام عفاكم، تحياتنا. تحياتنا لكاع الناس يعني اللي كيتبعونا. للاسف ما كنقراوش بزاف ديال الكومونتير ديال الناس اللي كيتبعونا، كنعتذروا منكم. خوتي المسلمين عاونوني. حنا غادي نحاولوا نرجعوا لكم مشاهدينا الكرام طبعا باش نوضعوكم في الصوره ديال مسجد الحسن الثاني. تحياتنا لكم، تحياتنا لكاع الناس اللي كيتبعونا في هذا المباشر. الله ينصر المسلمين في كل مكان.